أعزائي متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة البرتغال وصربيا التي تقام بالجولة الثانية من تصفيات أمم أوروبا 2020، حيث تقام المباراة اليوم الاثنين 25 مارس 2019. تابعونا لنهاية الفيديو لمزيد من التفاصيل، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس. وتقام مباراة البرتغال وصربيا اليوم على ملعب النور بمدينة لشبونة بالبرتغال، ويدير المباراة تحكيميا الحكم البولندي سيمون مارسينياك. ويدخل فريق منتخب البرتغال هذه الجولة وهو يحتل المركز السيد نقطة واحدة، كما يحتل فريق صربيا المركز الرابع بدون رصيد من النقاط. وتقام مباراة البرتغال وصربيا اليوم الاثنين 25 مارس 2019 في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والـ9:15 بتوقيت تونس والجزائر، والـ12:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والـ11:15 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والـ8:15 مساء بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تذاع مباراة البرتغال وصربيا اليوم بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي. وفي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم جديد مواعيد مباريات كرة القدم والقنوات النقل لها بالتفصيل.